جارتي الباب بالباب وسوى زعلم بيننا ويا امر حساس ما اعرف شو اسوي الحين. دام انك انت كنتي المبادره في السؤال معناته انت في خاطرك تصالحينها، ما سالتي هالسؤال الا لانك انت تبين تصالحينها. اولا الجار وصى عليه محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم، يعني في حد يقول لي 70 جار، انا اقول لك سابع جار في روايه ثانيه سابع جار. انا بالنسبه لي مثلا انا احس الشارع اللي انا فيه والشارع اللي من صوبي والشارع اللي على يميني، انا احب الجار ولو ان نحن مقصرين، لكن يعني لا يمكن اني انا ساكنه في نفس الشارع ما اعرف جيراني، ما احب، اقل ما فيها واجب علي اني اعرف جيراني. فأنا أشوف صالحي وصالحيها. ممكن الخلطة الزايدة القرب الزايد تسوي يعني تسوي هاي تسوي سوالف ومشاكل، خففي مو مثل قبل، لكن على الأقل حق الجيرة وسلمي عليها وكذا، طرشتي لها أكل يعني بالشو بالرسمي الحلو وبس.